بالتأكيد لا يمكن أنه تكون القضية بس خلاف على نفوذ ببلدية. المسألة أعمق من هيك وأكبر من هيك بالتأكيد. المسألة مقسومة شطرين. الشطر الأول هو مرحلة الاضطهاد المزمن اللي تعرض له الشيخ الشهيد أحمد الرفاعي على يد يحيى الرفاعي في مراحل مختلفة. أنا ما عم أقول أنه مباشرة حزب الله هو اللي أمر بهي الجريمة أكيد، ولكن هذا الرجل استفاد من الحصانة ومن فائض القوة بشكل كامل. هذا الرجل هو نموذج الشر الحقيقي الذي يستفيد من الجميع و يعني يمارس يعني أبشع أنواع الجرائم. يعني هذا الشخص ارتكب جريمته وكان يخطط لجريمة أكبر وهي إشعال الفتن الطائفية. أنا بس بدي أدعي الأجهزة الأمنية بشكل واضح إلى استكمال التفتيش في بيوت المتهمين جميعا، لأنه أكيد حنلاقي مئات الأسلحة اللي موجودة بالمراكز اللي كان عم يستعملها الخارجي. هيدي الأسلحة تشكل خطر على الأمن الوطني. هاي الأسلحة يفترض أن تصدر وأن يحاسب مش بس على جريمة القتل وإنما على جريمة امتلاك عبوات ناسفة ومتفجرات. هذه القضية هي المشال سماحة اثنين. سيد الكريم، حزب الله يعمل على شق الصف السني عبر وسائل كثيرة. يعني مثلا هو اليوم عم يبعث جمعيات لحتى يتوزع مساعدات بعكار، وعم يشتري ذمة مشايخ بيقبضهم كل شهر وهن بيرفعوا أعلامه بعكار. وبالتالي عمل حزب الله على شق واختراق الصف السني مش من اليوم. هلأ بهي الجريمة بالذات برجع بأكد أنه اللي صار هو استفادة من فائض القوة اللي منحوا يعني الواقع السياسي بالبلد ليحيى الرفاعي حتى يمارس هالارتكابات كلها سواء ويوصل لهالجريمة.